بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. هنتعلم بس حاجة سريعة جدا في جوجل دلوقتي. انا عندي مشكلة مع جوجل ان انا كل ما احاول افتح صفحة جوجل هو لوحده بيريدايركت على الصفحة بتاعة البلد. يعني انا لو في مصر بيفتح لي جوجل ايجيبت، انا في قطر فبيفتح لي جوجل قطر وهكذا. ازاي افتح جوجل من غير بلد، من غير اي بلد؟ هو انا ليه بحتاج اعمل كده؟ لان في تولز كتيرة جدا ما بتظهرش مع البلاد، واحيانا انا بكون عايز اعمل سيرش فعلا على مستوى الجوجل نفسها الانترناشونال، مش محتاج اعمل سيرش على مستوى جوجل بتاعت كانتري معينه. الفكره بسيطه خالص، بعد جوجل دوت كوم هحط سلاش وهكتب NCR No Country Redirection. دي الاختصار ده معناه ان انا عايز افتح جوجل من غير اي بلد زي ما انتم شايفينها كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.